أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء حصل الحق أنا راودته عن نفسه ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب بالسوء
وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير صدق الله.